الانسان بيرخص والموت بيغلى. عندنا دلوقتي الكفن الرجالي بيبقى عبارة عن ثلاث طبقات أو ثلاث دروج. عندنا قميص والثلاث طبقات ده بالنسبة للرجالي الشرعي، وفي منه نوعين، نوع ب 150 ونوع ب 175. لو هو مثلا محتاج فوطة، في فوطة ب 15 اللي هي الفوطة الملونة العادية، وفي الفوطة البيضة دي ب 20، وفي عندنا البشكير ده ب 50. بالنسبة للحريمي عندنا خمس أدراج وده الشرعي. في برضو عندنا منه نوعين، نوع اللي هو بفتة خالص، وفي اللي هو النوع الثاني اللي بيبقى فيه ملس وفيه ستان، ده بيبقى سعره 185 جنيه. الثاني البفتة خالص ده بيبقى سعره 200 جنيه. هنا زيادة الدرج، في درج مثلا بيزيد 30 جنيه وفي درج بيتحسب ب 40 جنيه على حسب الدرج اللي هم برضو بيختاروه، وطبعا كل واحد مع اللوازم بتاعته اللي هي الصابونة والليفة ومية الموارد والقطن. حتة القماش اللي بيتلفي بيها الإنسان يعني بقت حتى سعرها عالي. المهنة دي بتتكون من رئيس ومغسل ومغسلة وحمالين، الحمالين اللي هي استاف العمال، والسيارة اللي هتقوم بالنقل من مكان المتوفي إذا كان منزل أو مستشفى إلى المقابر. لما العربية حسبتيها مثلا هتحسبيها ب 150 جنيه والمغسل أو المغسلة 50 جنيه. ما بيختلفش من بلاش أو فقير أو متوسط أو وزير. حانوت النهاردة هو ملك التسعير. بنفتح الطرق ممكن بيبدأ من 500، بيبدأ من 600، بيبدأ من 700، زي ما انت عايز. في ممكن ما تيجي 250 جنيه ما نقدرش نتكلم معاها. بمدينة جديدة ممكن يعني تلاقي بيطبق 1500 جنيه دومي، بتلاقي اللي هم الناس اللي هم الفوق بيعملوا له حاجات نظيفة في الحتة البعيدة، يعني بتخش لها ممكن تخش لها 2 مليون، أقل حوش بيعمل 200 ألف جنيه النهاردة. الطرب ده أصبح لا يتاجر فقط في الموتى وإنما حتى في أشلائهم. في مشاهير بتتعدل 200 جنيه، تعدل 500 جنيه كده، ممكن يتعدى الإذاعة على 5000 ماشي. قارئ عشان يجي يقعد مثلا نص ساعة ولا ساعة بياخد له 5000 و 20000 و 10000، ده شيء مبالغ فيه. الفين ومية جنيه. المناسبة عندنا هنا وده المناسبات هنا الأوقاف عاملاها 55 جنيه، هما بياخدوا 950 جنيه. والعزاء على المقام. حتى في ناس بسيطة ما عندهاش مدافن بتدفن في مدافن صدقة. كل حاجة غليت طبعا، كله بينهش وكله عايز حاجة فخمة شوية حتى في الموت. تقول عليها فسكرة كدابة بموت وخراب ديار. حتى الموت اشتكوا منه. لما نيجي نموت